كيف أوغلت ميليشيا الحوثي بالتنكيل بحلفائها من رجال القبائل؟ هل طوعت القبيلة وكسرت رجالها تحت صوت الحوثي؟ أم أن هناك جمراً يتلظى تحت رماد الاستياب؟ أهلاً بكم. لليوم السادس تواصل قبائل عمران اعتصامها احتجاجا على مقتل الشيخ أحمد سالم السكني على يد قيادي حوثي يدعى أبو ناجي الماربي. القبائل رفضت قبول التحكيم الحوثي مطالبة بالقاتل، فيما توافدت القبائل برفقة العديد من المسلحين إلى الاعتصام للتضامن مع قبائل عمران. الخطوة وصفت بأنها محاولة لرد اعتبار القبائل لأنفسهم من خلال التضامن مع مشايخ عمران لمواجهة الإهانات المتكررة التي تمارسها ميليشيا الحوثيين بحق أبناء وزعماء القبائل. بين القتل والإذلال تعيش القبيلة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وضعا عصيبا لا يحسد عليه عبر تاريخها. آخر مظاهر التنكيل تلك كانت واقعة اغتيال أحد مشايخ محافظة عمران، الشيخ أحمد سالم السكني عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة وأحد قيادات حزب المؤتمر بالمحافظة. لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها ولا القبيلة وحدها، فقد طال القبيلة ما طال اليمنيين جميعا، فمنذ إسقاط الدولة وسياط الميليشيا تجلد القبائل حتى تلك التي أدانت بالولاء لها وسخرت رجالها في معاركها ضد اليمنيين. إهانة شيوخ القبائل بل والاعتداء عليهم وصل حد القتل في إطار الإهانة الممنهجة التي يمارسونها بحق القبائل. قبل هذا كانت قبائل الميليشيا تنتهك أعراف القبائل في حجة وذمار وإب وعمران وصنعاء، حيث تتعرض لإذلال متعمد وإهانات تجاه شيوخها واستهداف مباشر لكل فرد في القبيلة. فمرورا بالقتل والنهب وسلب الأراضي والإهانات التي تلقاها زعماء القبائل تنتهي بتحكيم يحضره أبو علي الحاكم. موجة من التضامن تنفذها عدد من قبائل عمران لمواجهة الإهانات المتكررة التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق رموزها وأفرادها. لم يعد خافيا مدى الانكسار الذي تعيشه القبيلة اليوم، خصوصا نساء الطوق القبلي لصنعاء، القبيلة ذاتها التي كاد سلطانها يتجاوز سلطان الدولة وهيبتها في بعض المناطق وفي الحياة السياسية ذاتها، وظلت محصنة حتى أمام القانون وأدوات الدولة القهرية. تذوق اليوم شر الميليشيا وينتهي كل ذلك بمشهد تحكيم مكرر. ورغم ما آلت إليه سلطة البلاد من ثنائية ساهمت في تقويض الدولة عبر ثنائية الشيخ والرئيس، إلا أنه لا يمكن إنكار دور القبيلة التي كانت ولا تزال امتدادا لتاريخ اليمن القديم. يقول متابعون إن ما يحدث هو تجريف ممنهج للقبيلة وقتل بطيء لرمزيتها وإخضاعها لتحويل أفرادها إلى مجرد أسلحة مقاتلة في صفوف الميليشيات. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث محمد أحمد الصبري عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسيكون معه آخرون عبر الهاتف في هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ محمد. أسعد الله مساءكم، حياكم الله ونحييكم من مأرب، يعني بلاد الحضارة والتاريخ. أهلا بك أستاذ محمد، ولو بدأنا معك من الانقلاب، كيف تعامل الحوثي مع القبائل كأكبر كيان اجتماعي في البلد؟ يعني كيف يمكن أن نوصف هذه العلاقة خاصة بعد الانقلاب؟ الحوثي في التوصيف يعني الدقيق لعلاقتنا وصراعنا وتبايننا وخلافنا مع الحوثي يكمن في قضية ادعائه وتبنيه لفكرة الحق الإلهي في الحكم. هذه الجماعة جماعة ثيوقراطية، جماعة دينية تدعي أن الحاكمية والحكم هبة من الله لهم، وبالتالي كل ما يتعاملوا به مع المجتمع يتعاملوا من هذا المنظور. كل توصيف نوصفه في علاقتنا بالحوثي إذا لم نوصفه من هذا المنطلق ومن هذه الزاوية ومن هذه الرؤية ومن هذه الفلسفة، فنحن نخطئ في توصيفنا لهذه الجماعة الثيوقراطية الدكتاتورية التي تدعي أنها حاكمة بحق الله سبحانه وتعالى على رقاب العباد. نعم. ولذلك كان أبو الأحرار محمد محمود الزبيري
يدرك هذه الحقيقة فألف كتاب كان لابد أن نوصله إلى كل الناس. نعم. وهو كتاب الإمامة وخطرها على الوحدة الوطنية اليمنية. كان ينبغي أن نقرأ هذا الكتاب بتمعن، وسنجد أنه من ضمن مهام الإمامة أن تجمع كل المخالفين سواء كانوا قبائل أو سياسيين أو أكاديميين أو إعلاميين أو أي مخالف لهذا التوجه، سيتم جمعه. ومن ضمن هذا التوجهات أو من ضمن من سيتم جمعه القبائل. ولذلك لاحظتم منذ أن دخلوا عمران ودخلوا صنعاء ودخلوا كل مناطق اليمن اجتاحوها، قاموا باستخدام أعلى مستويات البطش والتنكيل بكل من وقف إمام، فجروا البيوت، جمعوا الشخصيات، يعني أهانوا الواجهات والوجهات الاجتماعية، رؤوس المجتمع تم جمعهم بطشهم، أخذوا بيوتهم فجروها، أهانوهم، أذلوهم. هذا أسلوب يستخدم من أجل التحضير لحكم أبدي طويل الأمد وإعداد العقل الباطن اليمني من أجل التسليم لهذه الحاكمية الإلهية. نعم. إذن يعني بداية بدأوا بالتخويف وكما قلت قمع واضح وبطش بكل من يحاول مخالفتهم، وربما الجميع تابع كيف تم تفجير العديد من المنازل التي ناهضت أو حاولت أن تناهض المد الحوثي. ولكن بعد ذلك يعني كيف أصبحت العلاقة بين الميليشيا والقبيلة، وكيف استخدمت الميليشيا هذه القبيلة في حربها ضد اليمنيين؟ كيف استطاعت تطويعها إن صح لي القول؟ الأستاذ محمد محمود الزبيري رحمه الله قال بأن المفتاح السحري للقبائل في يد الإماميين، لأنهم حكموا اليمن 1000 سنة، ولذلك يستطيعوا أن يدغدغوا مشاعر القبائل بكل مستويات التأثير المختلفة، تأثير نفسي، تأثير فكري، تأثير ثقافي، تأثير ديني، مادي، تأثير مذهبي. يدغدغوا مشاعرهم بمحبة آل البيت، يدغدغوا مشاعرهم بمحبة آل البيت، بالتشيع لآل البيت، بالانتصار لآل البيت. يدغدغوا مشاعرهم بهذه المفردات وبهذه الرؤى الدينية والرؤى يعني الفكرية المختلفة، من أجل يستخدموا القبيلة، يستخدموا المشايخ، يستخدموا الوجاهات. بعد أن جمعوا كل رؤوس المعارضة المجتمعية، يستخدموا بعد ذلك المجتمع البسيط والناس البسطاء ويجندوهم ويدفعوا بهم إلى محارق الموت. تمام. ولا الناس البسطاء يستجيبوا لبعض هذه المؤثرات الدينية والمؤثرات المذهبية. نعم. ألا يتبعون هؤلاء الناس البسطاء مشايخهم؟ يعني إن قال لهم المشايخ اذهبوا فسيذهبون، ونحن نعلم مدى تأثير كلمة الشيخ القبلي على قبيلته. يعني ألا تجد أنها استطاعت أن تشتري رؤوس القبائل حتى تمكنت من تطويع العديد من القبائل؟ وإلا لما سيهددون الآن بسحب مقاتليهم من الجبهات بعد الحادثة التي سنتحدث عنها؟ أنا قلت بأن يعني الجمع والبطش الذي استخدم في حق الشخصيات الاجتماعية واستخدم في حق المخالفين والمعارضين عسكريا أو معارضين سياسيا أو الإعلاميين، حضر العقلية القبلية ضمن العقلية المجتمعية العامة لنوع من التسليم، نوع من الضعف في مواجهة هذا الباطش أو هذا المجرم أو هذا الطاغي الباغي الكاسح. وبذلك استطاعوا أن يؤثروا على كثير من الناس، يعني سواء بشراء بعض الذمم كما ذكرتي أو بالبطش العام الذي استخدم. وهذه هي وسيلة الحاكم الدكتاتور، يستخدم البطش الأعلى وأحيانا يستخدم الإغراء بالمغريات المادية والمغريات الوظيفية والمغريات الدينية، حتى كل هذه استخدمت للتأثير على بعض القبائل التي ظلت تحت سلطة الحوثيين. وأنا أؤكد أنه لو أتيحت لهذه القبائل فرصة لكانت أعداء الحوثيين وأعداء أعداء الإماميين. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا الصحفي علي السكني من مأرب. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير أستاذ. إذن بعد حادثة مقتل الشيخ السكني، دعنا نتحدث عن هذا الأمر، كونك أيضا أحد أبناء عيال سريح الذين قتل الحوثيين أحد مشايخهم وهو الشيخ أحمد السكني،
ضعنا في تفاصيل الحادثة لو سمحت. الشيخ أحمد علي سالم السكني كان واحدا من أفراد المشايخ في محافظة عنبال، وكان عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، كان موالي للحوثي. وهذه المشكلة حصلت بعد أن لجأ إليه أحد أبناء قرية تكن، حيث اشترى أرض قبل 5 سنوات في منطقة صرف في مصر، وكان يحاول البناء عليها قبل شهرين. فكلما كان يحاول منطقة صرف ناجي يمنعه ويرسل له حمزة بحيث يعني يبتزه بالمال او يحاول الصدو عليها بشكل غير مباشر. فلجأ المواطن الى الشيخ احمد علي سالم السكني لينقذه من تعسف هذا المشرف الحوثي. فكان من الشيخ ان ذهب الى المشرف واتفق معه ان يسمح لهذا المواطن بالبناء، وبعد ان دفع للمشرف 200,000 ريال. في اليوم التالي وبينما كان المواطن في ارضيته، ارسل ابو ناجي حمله عسكريه لتقدم بيته هو القبض على الشيخ احمد علي سالم. اوقف المواطن ووصل الى الشيخ احمد علي سالم السكني وانهال عليه بكلمات انه موالي للعدوان وانه من اصحاب النظام السابق، بلدي عتاشي من موالي للنظام السابق. فكان رد الشيخ انه قال يعني اكون ما اكون، لكن ما علاقه هذا بموضوع الارضيه. قال يعني اصحابك يعني اصحاب الارض حاولوا ان يطلقوا النار عليا. قال اصحابي ما بيش معهم يعني غير مسلحين، وهذه بندقي في حكمك يعني. فكان بتحكيمي بجلبيه البندق. فقال المشرف لا ان 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 تتوقف في السجن. فقال الشيخ انا شيخ قبلي ويعني بندقي عندك حكم، قال ضروري تتوقف. قال الشيخ ما دام هو ضروري ذاهب بسيارتي. فبينما هو أطلق عليها المشرف الحوثي النار من الخلف بعشر طلقات، فقدناه كثيرا. نعم، يعني إذا بعد ذلك شاهدنا ربما الفيديو الذي جاء فيه أبو علي الحاكم للتحكيم وأيضا محمد الحوثي، لكنهم رفضوا هذا التحكيم وأيضا رفضوا تسليم الذين هربوا القاتل. ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك المشرف الحوثي مقرب من قيادات في جماعة الحوثي، يعني قيادات كبيره في الجماعه مثل ابو علي الحاكم ومحمد علي الحوثي، وله علاقه نسب بنائب مدير امن صنعاء وحنين قضينه كذلك محافظ صنعاء الحوثي. اول يوم اتى علي ابو علي الحاكم بتحكيم الى القبائل، فرفضوا مقابل ان يرفعوا قيامهم، فرفضوا وطالبوا بتسليم القاتل وتقديمه الى المحاكمه. حاول الحوثيين يراوغون في هذا الموضوع، ارسلوا حنين قضينه وفارس الحباري يقنعوا المشايخ على اساس ان القاتل المشرف سيسلم او قد تم تسليمه الى امانه العاصمه خلال الايام الاولى. بعد ذلك جاء ابو علي الحاكم ومعه قياده حوثيه كبيره ب 11 بندق للمشايخ في محاولة منهم لتميع القضية والتستر على القاتل، حيث قالوا للمشايخ أن القاتل تمكن من الهرب. فقال المشايخ فكانت المشايخ أنه كيف تمكن من الهرب وأنتم تقولون لنا خلال الأيام الماضية أنه كان لديكم. لم يستجيب المشايخ لعرض أبو علي الحاكم بالرغم أنه قدم سلاحه وجنبيته لهم، لكنهم رفضوا ذلك. بعد ذلك زعيم الجماعة الحوثي عبد الملك استدعى مجموعة من مشايخ قبيلة عيال سريح
ووعدهم أنه سيسلم القاتل خلال أن يعطوه مهلة وأنه سيسلم القاتل خلال العشرين وأعطاهم كذلك وجهه. إسرائيل نوعا ما لم 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 تستجب لهذا النوع إلا بعد تدخل شيخ مشايخ كبير مشايخ اليمن الشيخ الشعيب. نعم. أيضا جاء وقام بتحكيم. نعم، هل تعتقد بأن القبائل يعني سيرضخون لمثل هذا الوعد الذي أعطاهم إياه عبد الملك الحوثي خلال 20 يوم؟ هل سينسحبون من الخيمة التي نصبوها في منطقة صرف؟ هل سيقومون بتنفيذ التهديدات التي أطلقوها؟ أم أنهم عمليا لا لم تعد توجد لديهم تلك القوة أو الهيمنة على القرار وعلى السيطرة على هذه القبائل التي يتحدثون عنها؟ طبعا لم القبائل بحث الاعتصام بعد ان تدخل كبير مشايخ اليمن الشيخ ناجي الشايف واعطاهم وعده ووجهه ويعني بالاضافه الى الوعد الذي قطعه لهم ووجهه كذلك العفى القبلي عبد المنصور الحوثي ان يرفعوا الخيام وان يعطوا الحوثيين مهله 20 يوما يسلمون خلالها القاتل ويتم حبس ثلاث قيادات من الحوثيين بينهم حنين قضينة ومدير أمن صنعاء ونائبه وأن لا يتم الإفراج عنهم حتى يتم تسليم القاتل ويتم تحكيم القبائل فيما هو يسمى قبليا العيوب. الآن القبائل غير مطمئنة لما يجري حيث أنهم يعرفون أن هذه كل ما يجري هو التغذية والتستر على القاتل. الآن أصبح صراع بين 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 جماعة الحوثي والصراع القبلي. القبيلة الآن أحست بالخطر نتيجة أنه الحوثيين يتستروا على القاتل. هذا المحسوب محسوب من سلالة معينة. القبائل كذلك استغربوا وتساءلوا كيف يتم إلقاء القبض على من حاول أن يختال القيادي الحوثي قبل يومين طه المتوكل في حين أنهم يعني يماضلون ويتسترون على من قام بقتل الشيخ السكني ويقولون أنه عرب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك علي السكني صحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أعود إليك أستاذ محمد، بالتأكيد تابعت تفاصيل هذه الحكاية واستمعنا إليها أيضا من الصحفي علي السكني، ما هو تعليقك على ما حدث؟ أؤكد أن القبيلة بدأت تدرك يعني خطر الحوثيين والإماميين على حاضرها ومستقبلها، وأؤكد هنا من خلال هذه القناة بأنه حتى لو حكم على هذا القاتل بالإعدام فسيتم يعني تميع القضية وسيتم استبدال أدوات أخرى. الإماميين دائما يستخدمون أدواتهم في بطش والتنكيل بمعارضيهم وضرب القبائل وضرب يعني من ينتموا إلى غير السلالة بهذه الطريقة، اقتله ثم حكمه، اديله بندق، اديله أموال، اديله أثوار، اذبح له، افعل الذي تريد. أهم شيء ألا يقع هذا القاتل الذي ينتمي للسلالة بحال من الأحوال تحت طائلة العدالة القانونية. لن يقتل هذا القاتل، وأنا أؤكد من هذه القناة، ولن يقتل غيره في المستقبل، المستقبل القريب والمستقبل البعيد، إذا استمروا في حكم الإنسان اليمني والشعب اليمني سيتم تميع كل القضايا التي تنتمي إلى هذه السلالة، لأن السلالة خط أحمر عندهم، والإماميين خط أحمر لا يمكن أن يستبدلوا إمامي بقبيلي. يعني هذه قضية معروفة تاريخية منذ 1000 سنة سنناقش اليوم. محمد الزبيري كان يدرك هذا المعنى، وكنت أتمنى لو تتاح فرصة في هذه القناة لمناقشة كتاب الأستاذ محمد الزبيري الإمامة وخطرها على الوحدة الوطنية، كان أجدى مناقشات القضايا
الفكريه الفلسفيه. سنضع ذلك في الحسبان استاذ محمد في الحلقات القادمه ان شاء الله. ولكن يعني الغريب يعني هو قبول القبائل بهذا الشكل، يعني هذه ليست الحادثه الاولى ولن تكون الاخيره، يعني نعلم الحوادث السابقه التي تم فيها تصفيه كثير من وجهات القبائل ولم يتم محاسبه قاتليهم فعلا وتم تميع القضايا، وهذه القضيه ستلحق بسابقاتها. يعني كيف ترضخ القبائل ووجهاتها بهذا الشكل في حين يعني الميليشيا تصفي الوجهات؟ ونحن نعلم ما الذي كان يعنيه مقتل أحد أفراد القبيلة وليس وجهاتها، تنتفض القبيلة عن بكرة أبيها للنيل للمغدور به من قبيلتهم، أليس كذلك؟ صحيح هذا الكلام، لكن أحيي هذه الظاهرة التي بدأت تظهر في ساحة الحوثيين يعني في هذه المرحلة، رغم أن الحوثيين في مرحلة متقدمة من قوتهم وتماسكهم إلى حد ما من الناحية الاجتماعية، لكن ظهور مثل هذه الحالة مؤشر إلى أنه في المستقبل قد تأتي مثل هذه الحالات الاجتماعية التي تستدعي فيها القبيلة تاريخها ومرجعيتها وثقافتها وأخوتها وتماسكها. القبيلة اليوم مشتتة يعني بين أكثر من اتجاهات، مجموعة مع الحوثيين، مجموعة مع هذا، مجموعة. القبيلة الآن لا أستطيع أن أقول أنها كتلة موحدة، ولذلك يستطيع الحوثي أن يستفرد بطائفة ضد طائفة من القبيلة نفسها، لأن يعني الحوثيين استخدموا أدوات اجتماعية من نفس القبيلة للجمع يعني الأطراف أخرى في نفس القبيلة، يعني بل استخدموا في الأسرة نفسها. نعم، من يجمع يعني أن تخترق القبيلة التمكين لسلطتهم والتمكين لحاكميتهم. نعم، هل تقصد أنها استطاعت أن تخترق القبيلة بالموضوع السلالي ويعني تأليب بعضهم على بعض؟ هي استطاعت أن تمارس هذا الدور وهي خبيرة بهذا الدور منذ زمن بعيد، يعني تستخدم القبيلة بعضها بعض في ضرب بعضها بعض حتى تصحو القبيلة صحوة كاملة. وكما ذكرت أن هذا الحالة التي ظهرت في حق الشيخ أحمد سالم أحمد علي سالم السكني مؤشر إيجابي قد يحدث في المستقبل أفضل من هذه الحالة. نعم، إذن يعني هناك من يتساءل أستاذ محمد كيف استخدمت الميليشيا القبائل للتحشيد أيضا في حروبها ضد اليمنيين، خاصة قبائل طوق ذمار وصنعاء، يعني لقد قدموا آلاف المقاتلين، ونحن اليوم يعني يسوءنا ما سمعناه وهم يتحدثون عن سحب مقاتليهم، طالما وهذا هو تعامل الحوثيين باعتراف واضح وصريح أن مقاتليهم يدعمون ميليشيا الحوثي. كما أشرت يعني أكثر من حالة فيما سبق بأن الحوثيين متواجدين في داخل القبائل ووجودهم يعني مؤثر بدرجة التأثير المذهبي والتأثير الفكري والتأثير الثقافي يعني لبعض القبائل، كما هو حاصل في ذمار وبعض قبائل طوق صنعاء مثل بني حشيش وبعض القبائل الأخرى. هنا يستطيعوا أن يقلبوا كثير من القبائل، لكن هناك قبائل أخرى لم يتمكنوا من اختراقها ولم يتمكنوا من التأثير عليها، وقدرتهم على التأثير عليها كانت ضعيفة، لكن أرضيتهم في الغالب في التاريخ بمجملة أرضيتهم هي القبيلي، دائما يستخدموا القبيلي في التحشيد وفي حروبهم العبثية، حروبهم الإجرامية، في جمع معارضهم يستخدموا القبائل غالبا. يعني المصطلح الشائع اليوم الزنابيل والقناديل الذي يستخدم للنكتة السياسية يبدو أنه شبه يعني صحيح، أن الزنابيل أو القبائل يعني بالمفهوم الاجتماعي هم أغلب أدوات الحوثيين تقريبا في المعارك. نعم. لا يستخدموا الزنابيل إلا في الإدارة والقيادة، يستخدمون في الأدوات المالية وأدوات يعني القيادة والسيطرة والتحكم. نعم، إذن يعني العجيب أستاذ محمد، يعني أنت تحدثني عن يعني رضوخ القبائل للإمامة منذ ألف عام، يعني ولكن منذ الثورة وحتى الآن ألم تستفد القبائل من الدرس؟
ألم تتعلم؟ وهي يعني ربما كانت هي السلطة الأقوى في اليمن، يعني كنا نتحدث عن قوة القبيلة أعتى من قوة السلطة الحكومية، يعني في كانت ربما سلطة أعلى وتمارس ما تريده، لا تستطيع الدولة أن تضبط هذه القبيلة، وتعلم تماما ما الذي عمله صالح حتى يتمكن من مسك خيوطها. لكن يعني المستغرب أنه استطاعت ميليشيا الحوثي بعودتها في 2014 أن تعود لنفس الدور الذي مارسته على القبيلة منذ السابق، ما هو السبب برأيك؟ أنا قد أختلف يعني معك في التوصيف، وأقول بأن القبيلة دائما هي أداة الحاكم، يعني في المجمل العام تستخدم زعماء القبائل واستخدموا قادة القادة الاجتماعيين في حكم القبائل وإشكات الأصوات المعارضة داخل كل قبيلة على حدة تقريبا، وهذا استخدمه الأئمة في يعني القرون الماضية، وكما استخدمه الحكام الذي حكموا من بعد الثورة ولم يستفيدوا، حتى من حكم بعد الثورة لم يستفيدوا من الدرس بحيث يعطوا جرعة ثقافية وفكرية تحصن من العودة إلى الفكر الإمامي والثقافة الفلسفية الإمامية القائمة على الحاكمية الإلهية. الإماميين يعتقدون بأن يعني الولاية تقوم على أساس وحيد، وهو أساس أن من يستحق الولاية هو من يجمع معارضيه، من خرج بالسيف عندهم هكذا، من خرج بالسيف وجمع كل الناس خلاص استحق ولاية الله، وبالتالي هم يحكمون المجتمعات هكذا، يحكمون المجتمع اليمني على مدى القرون الماضية. صحيح أن الثوار أو ما بعد الثورة أو الحاكم ما بعد الثورة أعتقد أنهم استخدموا نفس الأدوات في التعامل مع القبائل، لم يثقفوا أبناء القبائل، لم يصبغوا المجتمع القبلي بصبغة ثقافية جديدة تتواءم و يعني مع يعني التجهيل الذي مارسوه على ابنائهم كان سلاسة وبساطه، تم السيطره على ابناء القبائل ببساطه. يعني التجهيل الذي مارسته الحكومه من قبل وايضا القبائل على ابنائهم، يعني نعلم ان الطفل يدرس حتى صف رابع واخذ بندقيته والتحق بالمرافقين، هذا التجهيل هو احد اسباب، يعني هذا ما اردت قوله، هو احد اسباب ما حدث. يفسر بهذا المعنى، اقصد ان الحاكم بعد الثوره لم يعني يقوم بالدور المنوط به نحو اخراج المجتمع القبلي الى مفهوم الدوله، الى مفهوم الثقافه المعاصره، الى مفهوم المواجهه الفكريه الطبيعيه والثقافيه للانسان اليمني مع الامامه. 1000 سنه وهم بيبطشوا بهذا المجتمع وبهذا الشعب، ومع ذلك لم تستطع الثوره ان تؤثر على هذه، رغم إتاحة الفرصة لها، ظلوا القادة والمفكرين والسياسيين الذي أداروا المجتمع في فترة الثورة في حالة مكايدة واستخدام للقبائل نفس الأدوار التي استخدمها الأئمة من قبل. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا الشيخ عبد الحميد الضبياني، وهو أحد الوجهات الاجتماعية في محافظة ذمار، عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير شيخ عبد الحميد. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم. اهلا بك. اذا لو تحدثنا عن محافظات، مرحبا بك، لو تحدثنا عن محافظه ذمار وما لعبته القبائل في ذمار، كيف تعاملت الميليشيا مع هذه القبائل خاصه بعد الانقلاب؟ طبعا الميليشيات الحوثيه هي تعاملت على اساس ضد جميع الكيانات، اي كيان، بداية بالكيانات الإعلامية، الصحفيين وما شابههم والنقابات وغيرها، وحتى نقابات التدريس في الجامعة، نقابات المعلمين، أي تجمع، أي كيانات هي وقفة ضدها. نعم. فما بالك بالكيان القبلي اللي يعول عليه أن يكون يعني له دور في، يعني إذا قلنا أنه يصبح يعني دعامة من دعامة المجتمع، لكن للأسف هم أسقطوا جميع الكيانات ومن ضمنها الكيان القبلي
ونحن كنا نحذر، كنا نعلم هذه الحكاية من قبل، وكنا نقول أي واحد هو في نفسه أن يبقى شيخا فلا ينبغي أن يصبح مع الحوثيين، لأنهم سيطحوا به الأرض، سيذلوه، يستخدموه استخدام في غاية السوء، بحيث ينفعهم، يحشد لهم، يهيئ لهم الناس، لكن في المقابل ليس له قيمة مطلقا عندهم. وكما تعلموا أنها أيضا جماعة سلالية لا تقر للآخرين بالمشاركة معهم، يعني ليس عندها نية لأن يشاركها أحد، لا في القرار ولا في الحكم ولا في حتى الإدارة، إدارة الدولة الوسطية، الإدارة العامة، إدارة المصالح، أيضا هم يزيحوا كل الكيانات ويضعوا ذلك السلالي كيانهم الذي بيعتبروا كيان مقدس. فأقول أنا طبعا هذا أقولها لجميع القبائل، سواء مشايخ أو وجاهات أو شخصيات، أنتم مع الحوثي لا قيمة لكم، لا وزن لكم على الإطلاق، إلا أن تكونوا مضحين مقاتلين معهم. هم حتى الآن الناس، الشعب اليمني يعرف هذا، يعرف أن هؤلاء السلاليين الآن أثروا ثراء فاحشا، سكنوا الفخمة، بنوا العمائر، رتبوا أوضاعهم الاقتصادية، رتبوا أولادهم ومقاعد دراستهم. في المقابل الآخرين إما أن تكون مقاتل، وأيضا يعني ومع هذا تقتل وليس لك قيمة مطلقا يعني عندهم. فهي دعوة منا ومنكم أن القبائل ما لم يفكروا التفكير الصحيح وينتفضوا ضد هذه العصابة، فهم يعني مصيرهم إلى زوال. هل هم قادرين على هذه الانتفاضة شيخ عبد الحميد، خاصة ونحن نعلم كيف يتم التعامل مع أي صوت يناهض، خاصة في البدايات؟ يعني تم تفجير العديد من منازل من الشيوخ الذين تم أو الذين أظهروا معارضة أو حاولوا يعني مقاومة هذا المد الحوثي. للأسف في تفكك في المجتمع، ويعني كل يعني لو كان هناك وحدة بين الناس وعمل جماعي، أنا أقول مهما كانت قوة المستبد فإنه يضيع أمام الشعب. لكن للأسف هم قدروا يفكفكوا الكيانات ويفكفكوا المجتمع، فلم يعد هناك ثقة في حتى ثقة الناس في أنفسهم. يعني إحنا قادرين أن ننتفض، بس إحنا نريد أن ننتفض بس غير قادرين على اتخاذ القرار. أو مثلا اللي سووا بعض قبائل البكين في بعد مقتل الشيخ أحمد السكني، طبعا هذا كان في تجمعات ممتازة وقوية وكادت أن يكون لها فعل يعني، وأرعبت الميليشيات. لكن للأسف يأتي شيخ من المشايخ الذي فعلا قد دجنوه وأضعفوا دوره، فيأتي إلى القبائل هؤلاء فيفكفكهم يعني واحدا واحدا، حتى فعلا أنا قناعتي الشخصية أنه سينتفض الشعب يوما ما، لأنهم مظلومين يعني مسحوقين مدمرين، ليس لهم قيمة، ليس لهم كيان، ليس لهم حرية، ليس لهم كرامة. الآن في مقايل القبائل لا يستطيعوا أن يتنفسوا، لا يستطيعوا أن يعبروا عما في أنفسهم. يعني مهما كان الناس أكيد سيتخذوا القرار المناسب، لكن ليس لوحدهم. أنا أتمنى أن تفكر الحكومة الشرعية تفكير سليم، كيف ترتب أوضاع الناس بحيث أنهم يصبحوا قادرين على أنهم ينتفضوا وينصروا في نفس اللحظة. نعم، إذن أخيرا شيخ عبد الحميد، يعني معروف أن الميليشيا تحشد بشكل مكثف من محافظة ذمار، السؤال كيف
أو ما الذي يجعل الآباء يجازفون بإرسال أبنائهم إلى المحارق؟ ونعلم كمية عدد العائدين في أكفانهم. طبعا للأسف الشديد أحيانا بيدغدغوا عواطف الناس أننا أمام عدو خارجي وكذا، وهذا يعني هذه القضايا يعني يبقى كثير من الناس في السذج، بالإضافة إلى أن ذمار هي أصلا كان في نسبة كثير كبيرة من الجيش الذي باع نفسه للميليشيات، جزء كبير من الجيش يعني حوالي 70,000 من الحرس الجمهوري كانوا من ذمار. هذا طبعا سوت يعني سمعة سيئة لذمار، مع أن ذمار طبعا ليست، وهذا أنا أقولها وأكررها، ليست حاضنة جيدة للحوثيين، مع وجود بعض طبعا أكيد الذين معهم وفعلا زجوا بهم، ويعني كانت من منجزاتهم أن عملوا مقابر كثيرة وعديدة في سواء في عاصمة المحافظة أو في بقية مديريات المحافظة. هذا كان إنجاز الحوثي. إحنا ندعو قبائل اليمن ألا يعني تنجر في هذا السياق، سياق الميليشيات، لأنه سياق سلالي، ليس لن يكون لهم مشاركة في الحكم، لن يكون لهم قيمة مع هذه الميليشيات، فبقاؤهم سيكونوا ضحايا فقط لهذه الميليشيات ولمشروعها السلالي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الحميد الظبياني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني تحدث الشيخ عبد الحميد عن كثير من النقاط التي ربما أنت أيضا أوردتها، مسألة تفكك القبيلة ومسألة يعني تأثير الحوثي الميليشيا الحوثي على دغدغة عواطف الناس وما إلى ذلك، وأيضا إنها أتت على إنهاء جميع الكيانات التي تعارضها سواء كانوا إعلاميين أو قبائل أو ما إلى ذلك. لكن لو تحدثنا عن علاقة القبائل بعلي صالح وحزب المؤتمر، وربما الشيخ الذي قتل هو يعني كانت التهمة بأنه عفاشي وأنه عميل، هناك طبعا تهمة العميل وهناك تهمة العفاشي، هذه ظهرت ربما مؤخرا بعد اختلافهم، هل نستطيع القول أن صالح سلم القبائل للحوثيين؟ علي صالح كان حاكم للبلد 33 سنة، ثم تحالف مع الحوثيين فترة من الزمن، ثم نقضوا تحالفهم معه، قتلوه، وهو في فترة ولايته وفي فترة حكمه استخدم القبائل استخدام كما يستخدمهم الإمام، لم تتغير طريقة الاستخدام. أنا ذكرت هذا الكلام سابقا أنه الحاكم بعد الثورة لم يرتقي بالقبيلة حتى يصل بها إلى مستوى النضج الفكري والثقافي الذي تستطيع من خلاله الدولة أن تواجه بهم الامتدادات المذهبية والامتدادات الفكرية الأخرى. لم يستخدم القبيلة استخدام إيجابي في عموم الاستخدام، لكنه استخدمها في تدعيم حكمه، واستخدمها في التحشيد لفكرتها السياسية ومرجعيتها السياسية ونصرة حزبها الحاكم. وبالتالي عندما قتل علي عبد الله الصالح استطاع الحوثيين أن يخترقوا كثير من الوجهات في إطار التأثير الذي وصلوا إليه باعتبارهم أصبحوا الحاكم البديل الذي يعني حكم البلد. بالتالي التأثير على القبائل نستطيع أن نقول أن علي عبد الله الصالح رحمه الله تمام على ما في هذه الكلمة، يعني رحمة الله عليه، قد قتل وقتلوا في مواجهة الحوثيين، لم يعني يستخدم القبائل ولم يرتقي بالقبائل، بل استخدم نفس استخدام الإمام تقريبا في تدعيم سلطته وحكمه ونفوذه فقط. لا لا، ولذلك عندما جاء الحوثيين ببساطة تم تفكيك الحزب وتم تفكيك القبائل، واستخدمهم
الحوثيين نفس الاستخدام الذي اعتادوا عليه عندما وصلوا للسلطة. إذن هناك من يقول أستاذ محمد أن الحوثي ربما قام بعمل إيجابي بفكفكة القبائل بهذا الشكل، وهي يعني ربما كان لديها يعني سمعة سيئة بالتعامل مع الناس، خاصة يعني من هم يعني تابعون لهم أو من يتبعون هذه القبيلة أو ذاك، وأيضا مدى سلطتهم على أو جرأتهم أيضا على بعض القوانين، ويعني بين قوسين بلطجة على الناس. يعني كيف تعلق؟ معلش، يعني الحوثي في ضمن في إطار تفكيره تفكيره العقدي وتفكيره الفلسفي يعتقد أن الولاية ولاية من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الحصول عليها الحصول على الوصول إلى الولاية هذه تمت بالسيف، فلا فضل للقبيلي ولا للمثقف ولا للإعلامي، ولا وبالتالي لا فضل لأحد، ويعتقد أن لا فضل لأحد عليه في الوصول إلى الحكم، لا قبيلي ولا حزب ولا غير ذلك، وبالتالي أي واحد سيقف في مواجهته سيبطش به، سيقضي عليه سواء قبيلي أو إعلامي أو عسكري أو مثقف أو أكاديمي أو أي أحد. الحوثي لا يمكن أن يتقبل بأحد إطلاقاً مهما فكرنا، وإذا فكرنا أنه سيتقبل في المستقبل أحد فنحن نفكر تفكير خاطئ أو تفكير ساذج. ينبغي أن نقرأ الحوثيين من منطلقاتهم الفكرية لا من ممارسات، الممارسات عبارة عن نتائج تفصيلية للمعتقد الأصل، وبالتالي إحنا لا نريد أن نشمت في القبائل ونقول أنهم أخطأوا في حق المجتمع ومارسوا بعض الممارسات، حتى لو مارسوا فقد ذاقوا مرارة الممارسة الخاطئة يعني بعدو يعني لا يرقب في أحد إلا ولا ذمة، لا قبيلي ولا غير قبيلي. إذن أخيراً أستاذ محمد، لو تحدثنا عن المعركة الحالية، هل ما زالت القبيلة تشكل ركيزة أساسية في هذه المعركة؟ هل يمكن أن تقوم بدور ما أم أن الأمر تجاوز ذلك؟ تستطيع السلطة الشرعية أن تمارس دور إيجابي في التواصل مع كثير من القادة الاجتماعيين، وأنا أعرف يعني جيداً أن هناك كثير من القادة يتمنوا يعني الخروج من إطار يعني سلطة الحوثي لكن لم يتمكنوا، وعندما يأتوا إلى مناطق الشرعية لا يجدوا الحاضنة التي تمكنهم من أداء أدوارهم في تحشيد الناس واستيعاب الناس كذا. أعتقد أن الشرعية إذا فكرت في هذا الإطار وبذلت جهد أكبر في هذا الإطار ستقدم خدمة إيجابية للمجتمع وللقبيلة وللدولة على المدى المنظور إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد أحمد الصبري الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، إذن ألتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.